تحت شعار الكويت بيئة صالحة لذوي الإعاقة، عقد المجلس البلدي جلسة خاصة لذوي الإعاقة شهدت حضورا مختلف الجهات من جمعيات النفع العام ذات الصلة والأندية والمراكز الرياضية لتلمس احتياجاتهم ومواصلة العمل على دمجهم في المجتمع. الجلسة أجمع فيها الرئيس والأعضاء على مواصلة تذليل الصعوبات أمام هذه الفئة وتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أكبر في مختلف المرافق والفعاليات والأنشطة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. هم ذوي الهمم العالية فلا إعاقة مع الإرادة، رسالة وجهها أعضاء المجلس البلدي وبقيادة الرئيس المهندس أسامة العتيبي في جلسة تعد نبراسا لدمج هذه الفئة مع المجتمع. فبحضور الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والعديد من الجمعيات والأندية المختصة بهذه الفئة، كانت الجلسة غنية بالمناقشات لقضايا ذوي الإعاقة وتقديم الاقتراحات والحلول لمساعدة هذه الفئة والتي لا تقل أهمية عن أي فرد داخل الدولة. لا يحسب لهذا المجلس أن يعطي أو منه لهذه الفئة، لأن هذه الفئة تشكل ركن أصيل في المجتمع، بل أن في من هذه الفئة من تفوق على غيره من المواطنين بذكاء وبفنون وبرياضة وبشتى المجالات. نرجو من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لتحقيق هذه المطالب كي ينعم ذوي الإعاقة وذويهم في دولتهم المعطاءة بالتنقل والحركة بكل سهولة ويسر. أشكر في أعضاء مجلس البلدي ورئيس المجلس في الاستضافة الثانية لأخواننا المعاقين، ونبي مطالباته تتنفذ، المرافق العامة والمصارف إن شاء الله المطالب تتنفذ من دولة أخرى، وشكرا لكم. هذا الإجماع بالعمل على تحقيق جميع مطالب هذه الفئة أصبح متينا، لا سيما مع تفعيل القانون الذي أقر لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت. احنا المتواجدين اليوم في المجلس البلدي، وهذه للسنة الثانية يكون اللقاء معاهم وجميع أبنائنا المعاقين، وكل واحد قال مشكلته اللي هي تتعلق بالسكن، تتعلق بالأسواق، الأسواق تتعلق في جميعه، والحمد لله لقينا يعني أذان يعني صاقية حق هالمتطلبات. نحن فخورين بأن عندنا قانون خاص لذوي الإعاقة، قانون 8/2008، في هذا القانون لابد أن يطبق بالطريقة الصحيحة، وهذا التطبيق يحتاج إلى تكامل عدة جهات. فالآن التعاون بين الجهات المتعددة في توفير الخدمة اللازمة لتسهيل احتياجاتهم وإندماجهم في المجتمع يحتاج إلى متابعة وتنفيذ. الاحتياجات ما يختلف عليها اثنين، كلنا نأيد هذه الاحتياجات، والكل عارف شنو احتياجات الإعاقات المختلفة. احنا نبي التنفيذ، اني على مرحلة التنفيذ وتطبيق الكود في البنيان، تطبيق الاحتياجات سواء في الشوارع، في المباني، في المستشفيات، من أندية الحاجة لأندية، احنا نبي التنفيذ. هذا وقد خطت الكويت خطوات متطورة على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي من خلال قانون المعاقين وما يتضمنه من تسهيلات معنوية ومادية وخدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.